نعم سيد محمد، في البداية لماذا حتى اليوم لا توجد هنالك شبكة منظمة للمواصلات داخل ليبيا وتحديدا داخل العاصمة طرابلس التي أصبحت تعاني من زيادة أعداد السكان فيها، وحتى لا توجد هنالك خطوط واضحة وأسعار تنظم وسائل المواصلات المختلفة؟ سيد الفاضل شكرا بداية على الاستضافة. وحقيقة الموضوع الذي تتحدثون عنه اليوم من المواضيع الهامة جدا والتي تمس حياة المواطن البسيط. أنقرت أنا أتحدث هنا عن الإسكان والمرافق بحكم أن الشبكات الطرق داخل مخططات واختصاص أصيل لوزارة الإسكان والمرافق. أما فيما يخص موضوع النقل العام فهذا أمر تخص فيه وزارة المواصلات. لو تحدثنا عن الازدحام المروري الذي هو يعتبر أحد أهم الأسباب في مشكلة المواصلات العامة في داخل المدن، هو حقيقة هذه المشكلة غير يعني هي ليست موجودة فقط في ليبيا، هي موجودة في كل عواصم العالم تقريبا. العواصم التقليدية تلك العواصم التي لا يوجد فيها تخطيط حذري على مستوى متقدم، هي عواصم تقليدية كانت معدة فئة تقنية معينة وأصبحت في فئة أكبر بكثير من تلك التي سلمت عليها. فبالتالي الطرق سوف تتأثر، ازدياد حجم المرور الحقيقي في مقطع من الطريق على الساعة التقنية الهندسية يخلق. طيب سيد محمد، لا نتحدث عن الازدحام الذي تعاني منه مختلف المدن في العالم كما ذكرت، ولكن نتحدث عن وجود شبكة منظمة، خطوط مواصلات منظمة تصل إلى كل المناطق، ونظام معين يحرك هذه المنظومة وهذه الشبكة. لماذا لا توجد حتى اليوم شبكة في ليبيا؟ لأن الحديث عن هذا الموضوع يطول، واعتقد ان الدقائق المتاحه ستسمح بذلك، لان باختصار ليبيا لا يوجد لدينا مخططات عمرانيه جاهزه، كانت هناك تخطيط الجيل الثالث وللاسف توقف مشروع الجيل الثالث الى هذه اللحظه بدعم مرة تيجي البلاد، وهذا سبب بشكل او باخر توقف كل المشاريع التابعه له. ايضا حتى للاسف المحاولات البسيطه التي كانت محاولات متواضعه لانشاء مراكز حضريه حول المدن على الاقل لتفريغ الشحنه الزائده من للاسف تلك المحاولات ايضا لم تجد طريقها الى التنفيذ. المشكله يا سيدي الفاضل في ليبيا بشكل او باخر مرتبطه ببعض ككتله واحده. لا اعتقد اننا نستطيع ان نفصل ما يحدث في الشارع من ما يحدث على مستوى الوطن، ولكن بشكل او باخر نعترف ان هناك مشكله كبيره جدا. والمستغرب ان يمكن وجود بعض الحلول الموضعيه التي يمكن ان تخفف هذه المشكله. وللاسف الشديد اليوم لا اعتقد ان هنالك امل الا من خلال المجالس البلديه المحليات هم الوحيدين الذين يستطيعون ان يتدخلوا كلا على حسب موقع المنطقه الجغرافيه لتلك البلديه والمحاوله، لان الحقيقه كانت هناك محاولات جيدة جدا من بعض المجالس المحلية لحل المختلفات، ولكن دائما تبقى الحكومة المركزية ربما التي لم توفق إلى الآن في مد يد العون لهم لحل هذه المشاكل ربما. بشكل أو بآخر المشكلة في الفاضل موجودة، ليست جديدة، سببت مشاكل كل يوم تتسبب في ازدياد حجم المشكلة من تلوث، من تقطيع الصحة، من تاخير الاعمال. ولكن المفترض للاسف الشديد انا اضم صوتي لحضرتك في ان يجب الانتباه لهذه المشكله وبالذات من جانب السلطات المحليه، لان اعتقد هي الوحيده الان قادره على التخفيف من وطاه المشكله. نحن كنا سابق وزاره المرافق جاءتنا بعض المقترحات حتى من بعض من طلبة الجامعة قاموا بإعداد مشاريع تخرج على الازدحامات الضرورية، وكانت هناك مشاريع قليلة التكاليف ولا تكلف شيئا، فقط
طيب عند هذه النقطة سيد محمد، نحن يعني نتحدث يعني باعتباركم إدارة التخطيط وبوزارة الإسكان، ألا توجد مشاريع معينة قد طرحت وفي صدد يعني تنفيذها لتنفيذ شبكات منظمة؟ ألا يوجد ربما تفاهمات مع شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال؟ إذا أخذنا الحل الجذري الذي تخطط له الوزارة منذ 2011 تلك الخطة التي اعتمدت حتى من الجهات التشريعية، هذه الخطة التي تعتبر الحل الجذري لم تجد طريقة للتنفيذ. مثلا هناك كل القنوات التي يمكن أن تصل بها إلى حيز الواقع والتنفيذ، ولكن هناك الكلام بشكل أكثر تحديدا سيد محمد، ما الذي يعرقل تنفيذ هذه الخطة؟ ايضا ما هي ابرز النقاط التي ترتكز عليها هذه الخطه التي ذكرت؟ العقله اعتقد ترتكز على مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولى اتوقع ان لا يوجد ميزانيه من كل الحكومات على الاقل من 2013 لم تكتب اي ميزانيه لحل هذه المشكلة. التمويل عنصر مهم جدا جدا لتنفيذ هذه الخطة. ثانيا عدد الشركات، للأسف أن معظم الحلول تعلم ليبيا لا تعتمد على مياه ولا تعتمد على الشركات المحلية ولا لديها عدد الأجنبي، ومعظم هذه المشاريع يعني سنتحدث مثلا عن طريق الدائرة الثالث. طريق الدائرة الثالث كان أحد أهم الحلول. نعم. التي انا استمعت الى تقريركم تكلم احد الاستاذ الفاضل انه حتى الطريق السريع دائما نقصر نتيجه الازدحام. نعم الطريق السريع لم يعد يحتمل على الاطلاق. الكثافه السكانيه والسعه السكانيه المصمم عليها الطريق الان لم تعد ممكنه متاحه للسعه التي تضاعفت اضعاف ما يمكن الطريق المتواضع. فكان من المفترض ان يكون هناك طريق الدائرة الثالث. المفترض ان الدائرة الثالث الان في التشغيل، يعني بس في التشغيل، ولكن الشركه التي تعاقدت في طريق الدائرة الثالث بشكل اجنبي توقفت وغادرت ليبيا، وهذا اعتقد انه هو احد الاسباب. نحن لا نعتمد على انفسنا كثيرا، وللاسف حتى حينما غادرت الشركات الاجنبيه لم يفكر اصحاب القرار ان يسمعوا البديل حتى محليا. نعم. كما ذكرت لك سيدي الفاضل، المشكله اكبر من انها تناقش خلال دقائق، ولكن بشكل او باخر انا لا اركز عليه. نعم، لضيق الوقت حاولنا تسليط الضوء على هذه المشكله. شكرا عموما على انضمامك معنا عبر الهاتف محمد ابو ديه، مدير اداره التخطيط بوزاره الاسكان، شكرا على كل هذه المعلومات.